ونواصل متابعتنا لقمة النظم الغذائية بروما. ثم في تقرير 2017 تم التأكيد على هذا التفكير، وفي إطار التقييم منتصف المدة لمسار ساموا تم التأكيد على ذلك. في المؤتمر الرابع لبلدان السيدز في 2024 لابد وأن نتحول من أسلوبنا نحو مقاربات تحويلية. لن نحقق النجاح ولن نضمن التوازن بين الناس والكوكب قبل أن نعترف أن المرء أن الواحد لا يمكن أن يوجد دون الآخر. هذا ما نعرفه وندركه في بلدان السيدز. مقاربة النظم الغذائية ملائمة وسليمة في إطار المقاربات التي طالما دعونا لها ونصرنا من أجلها. احترام النظم الإيكولوجية وضمان أن نكون أقرب ما يمكن ومتناغمين مع النظم الغذائية، وأن تكون هناك علاقة بين ما نأكله ونستخدمه وما نتركه للأجيال الصاعدة. وعلى الرغم من ذلك فإن تنفيذ خطط التنمية استنادا لهذا النهج الحريص يبقى عند مستوى متدني، وهذا تحدي رئيسي أيضا بالنسبة لنا. نحتاج لزراعة ما نأكله ونأكل ما نزرعه، لكن هذا الشكل البسيط يفترض بنا أن نتمكن من دعم الإجراءات التي تؤدي للنتيجة السليمة المرغوبة. أراضينا ومحيطاتنا لابد وأن تبقى وتنعم بالديمومة. يمكن أن يكون لنا أثر، ولكن التحدي الكبير بالنسبة لنا هو أن المستخدمين والمستخرجين لهذه الموارد يعيشون بعيدا عن أراضينا، وفات أوان أن نحمي ما لدينا بهذا القدر الذي ننعم به من الإصرار والتأكيد على هذا الحرص. لابد من التزام الجميع ودون مشاركة واحترام والتزام المجتمع المدني الدولي، فإن السيدز يمكن أن تفقد كل مقاوماتها. كثير من مواطنينا وشعوبنا يعيشون ويعانون من أمراض يمكن منعها. أنماطنا الغذائية استبدلت بأغذية رخيصة وغير مغذية. زراعتنا وصناعاتنا لابد من تأهيلها من جديد. المزارع الكبيرة والصغيرة لابد وأن تعزز نظمها. ولوقت طويل ركزنا على قطاعات دون غيرها، ولكن العالم تغير ولابد من اعتماد أسلوب تكيفي تأقلمي. حاليا مزارعون يحتاجون إلى أساليب مرنة متكيفة، مدخلات جيدة، ودعم يضمن استدامة الزراعة لدينا. نحن نحتاج لمزيد من التكنولوجيات الصديقة للبيئة من أجل دعم إنتاج الغذاء محليا. النساء اللواتي يلعبن الدور الكبير في صناعاتنا وزراعاتنا تحتاجن للمساعدة المباشرة من أجل مواجهة التحديات الكبرى أمامهن. في 2022 ومنتدى حلول بلدان السيدز في المحيط الهادي كانت الدعوة لزيادة الانتاج المحلي واستبدال الواردات كأسلوب تحفيزي للنهوض بتحول النظم الغذائية وجدول أعمالها.
جائحة كوفيد 19 كانت تذكيرا صارخا بمدى الاتصال فيما بين نظمنا والضرورة الملحة في العمل على قدراتنا التكيفية. عممنا نظام الضمان أو الحماية الاجتماعية في بلداننا، ولكنها كانت بالكاد كافية لمساعدة سكاننا. نظمنا الوطنية كانت على شفا الانهيار، وكثير من البلدان في السيدز اضطرت لاختيارات صعبة ولكنها قصورة. أي تفضيل صحة الشعب على التعافي الاقتصادي. الجائحة أعادت التأكيد على موقف كثير من بلدان السيدز، أي وجود خيارات محدودة كلها صعبة وتنطوي على انعكاسات. علينا أن نعمل من أجل التطرق لأوجه الهشاشة التي تعاني منها بلدان السيدز، وأن نعمل على تعزيز وتحسين جودة البيانات. الواقع هو أنه دون الاهتمام المتكامل والتعهد المشترك، فإن البلدان الهشة لن تحصل أو تصل للتنمية التي تنعم بالصمود. الالتزام من الجميع هو العنصر الرئيسي. بلداننا تحتاج إلى أكثر من زراعة محسنة أو أنماط غذائية أفضل، إنها تحتاج لمنهجية شاملة تربط بين الاكتفاء والإنصاف والاستدامة جنبا إلى جنب مع الناس والكوكب، كل هذه في وقت واحد. نهجنا ينبغي أن يكون مفصلا حسب البلدان، وأن نرفع مستوى العمل على تحول النظم الغذائية. البشرية هي النجم الذي نتبعه في هذا العالم، وهي صلب التركيز. شكرا. نحن في عالم هش ومتواصل في نفس الآن. أرحب برئيس وزراء نيبال ورئيس المجموعة. رجاء التفضل بالإدلاء ببيانك. سنتبين جانب آخر لما نحن نواجه. أصحاب السعادة، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة رئيسة وزراء إيطاليا، سيدتي سادتي، يشرفني أن أشارك في هذه الجلسة الافتتاحية باسم مجموعة التنسيق الخاصة بدول أقل نموا. أشكر الأمم المتحدة والوكالات التي مقرها روما لعقد هذا الاجتماع للتركيز على موضوع تحقيق مقاصد النظم الغذائية الجيدة. نحن بحاجة إلى إنتاج غذاء مغذ وينتج على نحو مستدام، يعزز من الوضع التغذوي ويؤمن زراعة مستدامة. نحن نلتزم بزيادة نسبة الإنتاجية الزراعية والنهوض بالنظم الزراعية وتكريس ممارسات زراعية حميدة. نعزز قدرة التكيف للنشاط الزراعي وزيادة الاستثمار في الزراعة، لا سيما في البلدان الأقل نموا. هذا هو الوقت الملائم بالنسبة لنا لنقف على ما حققنا من تقدم. نتبين إن كان تنفيذنا لهذه الأهداف حكيما وعلى الصراط المستقيم. نحن نواجه عدة
مخاطر تتهدد صحة الإنسان والحيوان، إضافة إلى جائحات تؤثر على صحة البشر والحيوانات. العديد من الدول في العالم تواجه انعداما للأمن الغذائي. أكثر من 42 مليون شخص في أقل البلدان نموا يشكون من سوء تغذية وجوع ونقص في التغذية مزمن. نحن تلك البلدان التي لها احتياجات كبيرة ولكن قدراتها محدودة. النظم الزراعية الغذائية تعمل في ظل عدم اليقين والمخاطر. لا يسعنا أن نتجاهل هذه الأزمة، أزمة نقص التغذية وانعدام الأمن الغذائي. نحن بحاجة إلى الاهتمام بالسكان الموجودين في أقل البلدان نموا. نحن بحاجة إلى استثمار للنهوض بالنظم الزراعية وبناء قدرة للتصدي للأزمات في هذه البلدان. نحن بحاجة إلى تعزيز قدراتنا للتصدي لحالات الطوارئ. نحن بحاجة إلى الاستثمار في نظم للإنذار المبكر، نظام يؤمن التعرف على إرهاصات المخاطر التي تهددنا لاتقاء حالات الكوارث. كذلك نحن بحاجة إلى حماية المستضعفين من بيننا. نحن بحاجة إلى نقل التحويلات المالية والطعام لأكثر المجموعات ضعفا وهشاشة. كذلك ثمة حاجة لتجميع البيانات والمعلومات الجيدة، زيادة الإنتاج والإنتاجية يتطلب الاهتمام بصغار المزارعين والتحكم في ناصية التكنولوجيا والوصول إلى الأسواق وتنويع المحاصيل الزراعية وتنويع البنى الأساسية. كذلك ثمة حاجة إلى حماية المستضعفين من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي والجوع. نشكر الأمين العام للأمم المتحدة ونشكر منظمة الأغذية والزراعة برنامج الأغذية العالمي لدعمهم لنا واهتمامهم بالأمن الغذائي لا سيما في الدول الأقل نموا. برنامج عمل الدوحة يرمي إلى وضع مخازن لحفظ المخزونات الغذائية لفائدة المستضعفين، وإننا نشعر بالرضا إذ ثمة تمثيل للبلدان الأقل نموا. كذلك على الدول، على المصارف المتعددة الأطراف والمؤسسات التمويل الدولية والشركاء في التنمية، هم جميعا بحاجة إلى دعم ومؤازرة هذه المبادرة. ثمة حاجة إلى تحرير العالم من مآسي الجوع، علينا أن نقوم بذلك الآن. شكرا جزيلا على حسن إصغائكم، علينا أن نقوم بذلك الآن. شكرا معالي الوزير، شكرا على إسماع صوت المستضعفين. لنسمع الآن صوت المنظمة التي تحتضنها، الأمين العام لمنظمة الأغذية والزراعة. تفضل سيدي. أصحاب المعالي والسعادة، معالي الوزيرة مالوني، سعادة الأمين العام السيد غوتيريش، أعزائي الزملاء السيدات والسادة،
من دواعي شرفي أن أرحب بكم في المقر الرئيسي لمنظمة الفاو في روما لهذا الحدث الكبير. هذه لحظة مهمة من أجل تقييم التقدم المحرز لتحويل النظم الزراعية الغذائية من أجل تحقيق خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. لقد أبرزت عملية مؤتمر القمة للنظم الغذائية للأمم المتحدة لنا جميعا أن النظم الزراعية الغذائية لها قوة هائلة وإمكانات كبيرة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي حين أن التحديات ما زالت كبيرة، لقد أحرزنا تقدما لتحديد الحلول التي قد تتيحها النظم الزراعية الغذائية من أجل تحسين الإنتاج وتحسين التغذية وتحسين البيئة وتحسين الحياة لضمان عدم ترك أحد على قارعة الطريق. تعتمد هذه الحلول على تحويل النظم الزراعية الغذائية العالمية لكي تصبح أكثر كفاءة وشمولية وصمودا واستدامة، وفي وجه زيادة أوجه عدم التيقن وتفاقم الأزمات، يتعين علينا أن نحقق هذا التحول بشكل سريع لكي نرتقي إلى مستوى التوقعات التي نملكها فيما يتعلق بنظمنا الزراعية الغذائية. يتعين عليها أن تلبي الطلب المتزايد على الأغذية والأعلاف والألياف والوقود الحيوي مع الحد من الضغوط الممارسة على الموارد الطبيعية. لابد من الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وحماية التنوع البيولوجي والحد وزيادة الصمود في وجه الأزمة المناخية والنزاعات وغيرها من الاختلالات في سلاسل الإمداد، وضمان العمالة الكريمة وضمان الوصول إلى أغذية سليمة ومغذية لأنماط غذائية صحية للجميع. بفضل الخبرات المهنية والفنية والشركاء في نظام مترابط، تعمل المنظمة لدعم أعضائها لجعل نظمهم الزراعية الغذائية مناسبة للغرض من خلال إتاحة حلول مبتكرة. ومن أجل تسريع وتيرة التقدم، نحتاج إلى تسخير المسرعات الشاملة، وتركز الفاو على 4 مجالات. أولا العلوم والابتكار، تعزيز الروابط على مستوى نظم الزراعية الغذائية مسألة أساسية لإحراز الأثر على نطاق واسع، بما في ذلك على مستوى الابتكارات في المعارف الأصلية والتقليدية. لابد من تسخير إمكانات التكنولوجيات لتحسين الإنتاجية الغذائية من خلال استخدام موارد أقل. يتعين علينا أن نعزز الصمود المناخي، وذلك من خلال إدخال أصناف غذائية عالية المردود وشعبية وتتحمل الحرارة والجفاف. لابد من زيادة الكفاءة من خلال التكنولوجيات والابتكارات للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية، مما قد يغذي عدد إضافي من الأشخاص بواقع 1.26 مليار شخص وإحداث أثار إيجابية على البيئة والاقتصاد الأخضر. ثانيا تحسين القدرات من حيث البيانات، لقد عملت الفاو مع 64 بلدا وأطلقت مبادرة اليد باليد باستخدام منصة البيانات المكانية الجغرافية التي كانت من أوائل المبادرات القائمة على البلدان والمملوكة منها والقائمة على الأدلة لتعزيز أوجه الترابط بين مصادر مختلفة ومساعدة البلدان الضعيفة والسكان على القضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية والحد من أوجه التفاوت داخليا وبين البلدان. كذلك مبادرة الألف قرية تكنولوجية من الأدوات التي سمحت بإضفاء الطابع الرقمي على النظم الزراعي الغذائي في المناطق الريفية، وتمكين المزارعين من استخدام التكنولوجيات الرقمية لتحسين السبل المعيشية وتحقيق التحويل المستدام لتحقيق أهداف 2030. والمكاتب الإقليمية في آسيا والمحيط الهادئ ساعدت على ذلك. الزراعة الرقمية لتحسين الإنتاجية من خلال التكنولوجيا.